اولا الرجوع ديالي لفريق الفتح فهو رجاء عن قناعه من بعد التواصل اللي حصل بيني وبين المسؤولين ديال النادي. كاينه رغبه من النادي باش الفريق يعود ياخذ مسار اللي تليق بالنادي، ثم كذلك بالنسبه ليا فهذه خطوه في المسار الرياضي ديالي، وكذلك اعتراف مني للنادي في واحد الخدمه قدمها لي في واحد الفتره من الفترات ديال المسار ديالي التدريبي. الفريق تنعرفوا لان كاين مجموعه ديال اللاعبين اللي اشتغلت معاهم في مختلف المنتخبات اللي شرفت عليها، ثم كاين علاقه ديال التقدير لان كاين مجموعه ديال اللاعبين اللي ممكن يطوروا المستوى ديالهم، ممكن يصبحوا لاعبين مهمين في النادي مستقبلا ان شاء الله. بطبيعه الحال مهمه صعبه ولكن ماشي مستحيله، بطبيعه الحال غناخذوا جوج ديال المباريات في هذه الفتره هذه اللي غيكونوا صعاب، لان غنواجهوا جوج ديال الفرق من المقدمه، جوج ديال الفرق اللي الان فهما باصمين على مسار في المستوى، وبالتالي لازم ان نلحقوا فيهم بجوج نقاط باش نبقاو مع المراتب المطمئنه، لان اهم شيء بالنسبه لنا حنا هو ان نقضيو هذه المباريات، يكون تقييم ديال المجموعه، نوضعوا تصور المرحله المقبله، لان غيكون عندنا ثلاثه ديال الاسابيع فين ممكن نشتغلوا، لان الان ما كانش عندنا وقت فين نشتغلوا، وبالتالي كان ضغط الوقت حاولنا نتعاملوا مع هذه الفتره القصيره، والفتره المقبله ان شاء الله يكون عندنا الوقت فين اننا نشتغلوا بشكل افضل، لان كاين لاعبين ولكن كاين خصص في بعض الخطوط. كنظن غيكون التغيير ان شاء الله غيكون ايجابي، وايجابي جدا، لانني سبقت في جوله سي جمال في المنتخب الوطني الرديف. سي جمال كيعطي تعليمات صارمه في التدريب، ما كنظنش انه الا كنا مزيانين في التدريب ما غنكونوش مزيانين في المقابلات، وكنظن اننا غادي نقولوا الكلمه ديالنا في باقي الدورات، وان شاء الله غنبدلوا وغنضاعفوا المجهودات ديالنا باش نخرجوا من هذه المراتب الغير مشرفه في الفريق الفتح الرباطي.